السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم في فيديو جديد اللي غادي نصايبوا فيه جوج أنواع تاع العصير. هما يا غتقولوا لي هاد العصير خاص بالصيف، ولكن راه غادي نقول لكم بأن هاد العصير اللي غنقدم لكم اليوم مفيد حتى في فصل الخريف. علاش؟ فيه الليمون أو الحامض، فيه فيتامين سي، سكنجبير حتى هو يا رائع للنزلات البرد، والاناناس غني بفيتامين سي. غادي ناخذ الليمون او الحامض وغادي نعصروه حتى نحصلوا على عصير الحامض، وغادي نحتاجوا السكنجبير. غادي نقطعوه، غادي نقيوه، نحيدوا ليه هذوك القشور تاوعو ونقيوه، وغادي نقطعوا مكعبات صغار، اولا تقدروا تجيبوا الحكاكه وتحكوه. لحقاش في الاخير انا غادي نقطع الاناناس والسكنجبير وغادي نطحنهم مع هذاك العصير تاع الليمون. وبالنسبه باش غادي نحليه، يعني غادي نخليه حتى تالاخر، وغيبقى لهم الاختيار يا اما اللي بغى يحلي بالعسل اولا بسكر سنيده. من الاحسن تحليه بالعسل باش تكون الافاده مزيان رائعه. اللي بغى السكر سنيده كيبقى لكم الاختيار. هو مفيد جدا في هذا فصل الخريف، واخا حتى اللون والمذاق تاعو غتقولوا لي راه نيت هذا العصير بغى الصيف، ولكن راه مفيد في فصل الخريف. مهم، هنا غنجيب الاناناس وغادي نقطعو مكعبات حتى هويا، وغنضيفو على سكنجبير. غادي نضيفوا ليه الحامض وغادي نطحنوا الكل. غادي نحصلوا على واحد العصير اللي هو ثقيل بزاف او القوام تاعو ثقيل. غادي ناخذوا صفايه شبيكه او الا عندكم زيف حياتي، فاش تصفيوه باش يحيد لنا هذاك الخيوط تاع سكنجبير والاناناس. وعاد غنضيفوا عليه هاد الكميه هادي كتعطينا جوج اطرو تاع العصير. هو راه واخا كتشوفوه قليل، ولكن راه غيعطينا الكميه تاع جوج اطرو تاع العصير. مهم، غادي نطحنوه وتصفيوه وغيعطيكم واحد الكميه قليله. من بعد غتضيفوا عليها، غادي تكون القوام تاعها ثقيل، غادي تضيفوا عليها جوج اطرو تاع الماء، وغادي تحليو كما قلت لكم يا اما بسكر سنيده او لا العسل. من الاحسن ديروا العسل كنأكد. وصافي، غادي تتابعوا معايا الفيديو حتى تالاخر وندوزو باش نصايبو العصير الثاني. بالنسبه للعصير الثاني غادي نحتاجو العلبه تاع اللبن كيفير. غادي نحتاجو اللبن وغادي نحتاجو المانجو. هاد المانجو من باكستان، جابتو لي واحد الصديقه تاعتي، رائع. راه المانجو تيختلف البنات، راه ماشي شي مرات ما كتخرجيش فيه زوين. هذا رائع، جابتو من الجرده من باكستان تاعهم، رائع جدا. غناخدو اللبن وغادي نطحنوه مع المانجو. غادي يجيكم القوام تاعو وغادي نحلوه بسكر سنيده بطبيعه الحال، لحقاش العسل ما غاديش يجي معاه. عفوا، هنايا غادي نحلي بسكر سنيده، غادي نضيف واحد جوج معالق تاع السكر سنيده، وغادي نطحنوا الكل. غيعطينا قوام ثقيل. الى ما عجبكمش تقدروا تضيفوا الحليب، تزيدوا الحليب باش المهم حتى تتحصلوا على القوام اللي بغيتو انتوما. بالنسبه لهذا العصير فهو مزيان لوليدات الصغار، هما يا ما كيبغيوش المذاق تاع اللبن، فمن الاحسن تديروا اي فاكهه مع اللبن وتطحنوه. انا متوفر عندي المانجو، درت المانجو وزدت شويه تاع سكر سنيده. الصراحه جا رائع.
بالحق إذا كان عندكم أي فاكهة فريز أو موز خوخ أي حاجة طحنوها مع اللبن، ديروا فيها شوية تاع السكر وعطوها للوليدات، راه اللبن رائع لهم الأمعاء. وما تنسوش إلى عجبكم هذا الفيديو كنتمنى أنكم تبارتاجيو وتخليوا لي تعاليقكم زوينة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وفي فيديو ماجي إن شاء الله.